كلمة تتمس الكونتينيوس كونتراكشن، أنا معايا في انقباض مستمر في المصر بس نسبة معينة هي اللي كونتراكت، مش بيبقى فايبرز طول الوقت كونتراكتنج. لا. رقم اتنين، دايما الفتيج بيبقى ليه سبب؟ افتكر في سنة أولى تقول لي كانت نوع الفايبرز بتاعتي فاست جلايكوليتك، فاكرينها؟ خدناها في مصر اللي بتتعب بسرعة وبتشتغل باتنين اي تي بي. ربنا بيخلي المصر بتاعتك نوع الفايبرز بتاعتها سلو اوكسيديتيف، وفكرك بذكريات زمان هتهرب منها فين؟ على طول وراك. سلو يعني ايه؟ يبقى سلو فتيج، عضلاتي ما بتتعبش بسهوله. سلو مايوسين اي تي بيز، الاي تي بي ما بيتكسرش بسرعه، لو اتكسر بسرعه يبقى انت هتتعب بسرعه، لسه عقبال ما تصنع اي تي بي كتير. طب اوكسيديتيف يعني ايه؟ اصل في اوكسجين زياده، اصل في ميتوكوندريا، اصل في ريتش ان كابيلاريز، كل دي مميزات رائعه في المصل تخليها تتحمل وما تتعبش. واقول لك على حاجه ثالثه تخلي المصل دي نوت فتيجت، يعني ايه؟ واحد بيسالني دكتور انا مش مقتنع بكلامك ان في ستريتش اصلا ولا جرافيتي اصلا، قلت له بتحب الاناتومي؟ قال لي طبعا اكتر منه. ماشي، في الاناتومي ان المصل محطوطه اللينس بتاع المصل اقل من المسافه بين الاورجن والانسرشن، صح ولا لا؟ قال لي لا طبعا، المصل لينس ده اقل من الاورجن والانسرشن. عايز تقول ايه؟ قلت له يعني معنى كده ان المصل بتاعتي في وضع كونتراكشن، طالما محطوطه في لينس او طول اقل يبقى هي في حاله ايه؟ كونتراكشن. قال لي طبعا، وطالما كونتراكشن يبقى مين الاساس؟ كانت ايه؟ ستريتشد، يعني هي ستريتشد وفي النهايه انقبض كرد فعل. ودي رقم ثلاثه، ان الماسل لينس اقل من المسافه بين الاوريجن للانسيرشن. كل دول ثلاث اسباب يؤكدوا ان ذا ماسل از نوت فاتيج، ويؤكد ان في كونستنت ستريتش طول الوقت العضله بتتعرض له، لان طول الوقت انت في كونتراكشن. خد المصل وافردها بره هتلاقيها اطول، يبقى هي جوه جسمك اقصر. نيجي بقى للنقطه الاخيره في التون، فانكشنز اوف تون. ليه ربنا عمل التون؟ عمل التون لاربع اسباب. السبب الاول باستشر، علشان اقف وما اقعش. يا جماعه الايركت باستشر، الحفاظ على وضع الجسم وثباته. ليه انا ما بقعش دلوقتي؟ لان انا عندي تون، عندي كونتراكشن في عضلات رجليا فثابت. رقم اتنين، اتنين وتلاته على فكره سنه اولى. ايه ده يعني ايه؟ في سنه اولى اخذنا الفينس ريتيرن. هو ليه في دم بيرجع للهارت؟ هتقول الفينز بتعمل كونستريكشن، ضغطها بيعلى اكتر من الفينا كيفر فالقلب بيرجع. طب ايه علاقه الكلام ده بالتون؟ يا جماعه التون ليس فقط انقباض ماسلز، التون اي حاجه بتضيق، يعني الفينو كونستريكشن هو تون. بدليل السنه اللي فاتت في الاوتوماتيك كانوا بيقولوا كلمة تنسينها سيمباثيك تون، معناها طول الوقت الفيسلز في حالة كونستريكشن مايل، يبقى ده سبب الفينس ريتيرن والليمفاتيك ريتيرن، لولا كنا مدة. طب ده سبب في سنة أولى، إيه السبب التاني في سنة أولى بقى؟ سبب في الأناتومي. دكاترة الأناتومي قالوا إن الأبدومينال ماسلز الوول بتاع الأبدومينال وول قوي قوي، في تون، في كونتراكشن في الوول بتاع الابدن. تخيل لو الكونتراكشن ضعيف كانت الاستومك اخترقتها وخرجت لبره، كان الليفر خرج لبره. عشان كده ايه فايده
التون keep the abdominal organ in position. يعني بيمنع الهيرنيا دي اكيد اخدتوها في الاناتومي اللي هو الفتح في ده. انا مش عايز الاورجنز تخرج من مكانها. اي واحد عنده هيرنيا تعرف ان التون عنده ضعيف. رقم اربعه بنقولها في عز البرد. دايما في عز البرد ايه اللي بيحصل؟ بيزيد التون. ليه؟ يحافظ على درجه الحراره بتاعها. دايما في البرد تلاقي نفسك ايه؟ خشيت كده وانت واقف تحت التلة مستني سي تي اي او عايز تركب. دايما التون يزيد في كونتراكشن عالي في المصل. ليه؟ عشان يديلك حراره تمبريتشر. نتيجه الكونتراكشن كيميكال رياكشن او تمبريتشر. لدرجه الناس في عز المطره بتقول جمله روعه في السيولوجي. انا نشفت من كتر البرد. نشفت يعني ايه؟ يعني التون عندك زاد. يبقى كده المصل تون عندي اربع عناوين واتكلمنا على الفانكشنز في اربع نقط. خلصنا التون. اتكلم على تندون جيرد وده خاص بسكشن العمل بس متقال في الكتاب. اولا جيرد قلنا معناها هزه في اوتار العضله. تمام؟ بصوا بقى ايه اهميه التون؟ اهميه التندون جيرد ان التندون يتهز ان المصل في النهايه تعمل ايه؟ كونتراكشن. يبقى انا اطمنت على ايه في العيان ده؟ اطمنت على افرنت سنتر وافرنت في السكشن. زمايلي هيقولوا لي لو ضربنا على التندون بتاع البايسس السنتر بتاعه كام؟ سي 5/0. طيب الترايل سنتر مين المكان اللي في السباينال كورد اللي استقبل الافرنت بتاع الضربه دي؟ راح لفين؟ قالي درماتوم. فده مهم جدا عملي قصفي كل سنه يبقى لازم اعرفه. طب يعني ايه انفورسد؟ تعالوا نتخيل اني انا كدكتور جبت الشاكوش بتاعي بيبقى عامل كده عامل زي المطرقه وبيبقى ادي النازله بتاعه ده الهامر بتاعي. جيت ضربت ويبقى في كاوتش يمين وشمال ضربت على التن وانا بضرب منطقي جدا لازم زميلي او عيان يبص عليا وانا بشتغل. مش يمكن الدكتور يغلط ويقطع على التندون. مش يمكن يعمل حاجه غلط يضرب على الترايسبس تندون او على الباتالر تندون. وهنعمل اربع تيست لان عندك تو تندونز الابر لمب بايسبس والترايسبس وعندك هنا ادي الباتيلر وورا الانكل عند الانكل نفسها تندو اكليس. طيب انا بضرب انت خايف وانت خايف الكورتكس مانع الريفلكس انه يظهر. يعني مانع الكورتكس يا جماعه بينزل اشارات على انتيريور هورنسل ودي هنقولها في فيديو تراكس. زي ما قلنا قبل كده سنسوري تراكس هتكلم على الموت على الحركه. فالكورتكس عامل ايه؟ مايز مانع السنتر اوف الريفلكس انه يبان. قال له بص انت مش هتشتغل فمفيش كونتراكشن هيبقى واضح تصرف الريفلكس. انا اعمل ايه بقى؟ اخلي الكورتكس بدل ما يعمل انهبيشن للانتيري كورن سيل بتاعت المصر دي اقول له انا هوجهها هخليك تعمل ستيميوليشن لايه؟ للجو مصر. هتقول لي انا مش فاهمه خالص. هقول لك وانا بضرب على التندون هطلب من العيان بص هقول له اعمل كده. بصوا ركزوا معايا بقى في الفيديو. جز على اسنانك بخيلي. العيان اللي يجز على اسنانه اسمها كلانشنج ذاتيس. كلانش يجز. طب انا استفدت ايه؟ ان الكورتكس نزل اشارات لمين؟ للجو ماسلز او الانتيريور هون بتاع الجو ماسلز نفسها خلاها تعمل كونتراكشن. يبقى انا شتت انتباهه بدل ما الكورتكس ما تمشي في السكه دي وتوقف الريفلكس لا امشي في سكه ثانيه بالباص وتاني خالص. عشان كده يعني كلمه ري
reinforced إعادة تقوية الريفلكس. أنا مش شايف كونتراكشن، أنا الدكتور مش شايف كونتراكشن في العيان، طب أطلب منه إيه؟ هو جو اعمل كلينش. اللي اكتشف الطريقة دي كان واحد يهودي اسمه جن دراسك، اسمه جن دراسك. الراجل ده سمى الطريقة على اسم جن دراسك مانوفر، طريقة جن دراسك. ودي بتتسأل كتير جدا في العمل، انا مش هقول بيور عمل بس الحتة دي واخدة حتة عمل، ودي بتسألها دايما دكتورة شادية. جن دراسك عندها بتاع شطو، تقول لك ازاي نقوي الريفلكس، تقول لها جن دراسك. طب لو انا جيت ضربت، بصوا بقى معايا على الباتيلر تندر، طب والريفلكس ما بانش، يعني الريفلكس يبان لما تضرب على التندر. بصوا على الزوم بقى، لازم يحصل ايه في رجلي؟ اكستنشن، صح؟ لازم رجلي تطلع لقدام، انا خبطت على التندر بتاع المصر. هقول العيال يعمل حاجتين، بصوا عليا بقى، الريفلكس ده فين؟ لور لين. هطلب منه يتشتت تركيزه بطريقتين، جز على اسنانك وشد ايدك قوي، بول ذا هاندز ابارت. كل الكلام ده بيعمل كونتراكشن، كده انت نجحت ان البرين تشتت انتباهه تاني. يبقى كده قلت اهميه الجرك والريينفورس. طب يعني ايه السيجنفيكانس؟ جيت اضرب بالهامر على التاني، يا اما الريفلكس زاد، عارفين يعني ايه زاد؟ هايبر ريفلكس. يعني ايه يا دكتور؟ لو جيت ضربت بالهامر على الباتيلا تندون ودي سهله، المفروض ان رجل زميلك تعمل كده وتسال، يعني سلايت اكستنشن. لو انا عندي ريفلكس مبالغ فيه يحصل كده، تلاقوا رجله نطرت لفوق جامد، ده اسمه هايبر ريفلكس، وهناخده بعدين. او الاقي ان الريفلكس يا جماعه ضعيف جدا، كونتراكشن ضعيف شبه مش متشاف، يبقى هايبر ريفلكس. كل حاجه من النوعين دول وليها اسبابها وهنعرفها بعدين. كده انا قلت الاثنين دول بدات بيهم في البدايه ليه؟ لان دول نهايه الفيديو اللي فات، ماسل تون وتندون جيرك. اخر تو فانكشنز في هذا الفيديو مهمه جدا ولازم نذكرها، هو السيرفو اسيستنت البدايه والدامبنج فانكشن. بصوا بقى لازم نفهم المعنى. اولا انا مش هقول معنى العنوان غير في النهايه، تمام؟ ده اول فانكشن. بس المهم لازم تركز معايا، هرسم رسم. ده الكورتكس، واول مره هرسم الكورتكس دلوقتي، وانا افترض فرضا ان ده الانتيريور هورن سيل، ده في سباينال، تمام؟ وهنا يا جماعه دي المصل بتاعتي، وطبعا هنا الريسبتور، وهتكلم طبعا على النيوكليير تشين اللي هي شغاله طول الوقت. نرسمها بالمنظر ده، ده النيوكليير تشين. بصوا بقى اللي حصل، جيت اشيل شنطه تقيله محطوطه على الارض زي ما بيحصل في اي بيت في مصر، جيت تسافر. طبعا والدك دايما يقول لايه للولد عن ابنه؟ لو سمحت شيل الشنطه دي اللي والدتك حضرتها طول الليل ونزلها لي تحت. طبعا يا بابا هشيلها، وخدته الجلاله قوي ومش عارف ان الشنطه دي فيها هدوم كتير وقاعدين كتير. جه يحط ايده على الشنطه، بص عايز يرفع، معرفش يعمل كونتراكشن. دلوقتي الشنطه وهو عايز يرفعها عامل ايه في المصل؟ ستريتش. التقل ده عامل ستريتش، بيشد على العضلات، لود زياده. بصوا بقى اللي حصل، هتكلم على باك، هيفي باك. بصوا دي الفكره. دلوقتي اللي حصل ايه؟ ادي الريسبتور بتاعي اهو، ونعملها بالالوان عشان ما نتوهش. الريسبتور ده دايما بيبعت قفلت معروف، والقفل ده يدخل فيه السباينال كورد وفي النهايه يوصل للانتيريور هورنس. ادي القفل، دي الخطوه الاولى. القفل ده قال ايه؟ قال انا عايز اخلي الانتيريور
تقص التانية تطلع. فاكرين الالفا اللي رايحة لمين؟ ارسمها للاكسترا فيوزال مصر. انا بعتهم عشان تشوف. طبعا لما عمل الحركة دي حركة لوكال لك. ان انا بعت لأقرب سبايرال كورد ليه. حاولت بس ما عرفتش. يا خسارة. رقم ثلاثة اللي حصل. كونتراكشن ضعيف. فجيت قلت الولد انا مش قادر اشيل الشنطه. فوالدك رد عليك بخلاسه وقال لك اجمد وخليك راجل هتشيلها. يعني هتشيلها. ربنا بقى ساعدك ازاي في الموقف المحرج ده. الاسد لو فضل من هنا لبكره الانتيريو هو نزل رايح للعضله الالفا مفيش فايده خالص مهما عملت. فالاسد قال ايه؟ قال بصوا بقى هعملها بالرحمه. انا هبعت لمين؟ الى السيريبيلم. فاكرين السيريبيلم؟ قلناها في التراك سنسوري تراكس. انا هبعت للسيريبيلم اهي. ده السيريبيلم بتاعها بصوا اهي. والسيريبيلم اتفقنا ان هو ليه كام فتحه؟ ثلاث فتحات. اللي سميناها في دانكن ولا عارفه بعدين. فالافنت باللون الاحمر بعت اشاره للسيريبيلم. اسم الاشاره دي ايه؟ سباينو سيريبيلر رات. سباينو سيريبيلر. طبعا الطلبه بتسال سؤال منطقي وليه يبعت للسيريبيلر؟ يبعت لمين؟ دكتور للكورتكس. والكورتكس هو اللي يساعده. ما فيش كده. زي ما الحياه عندنا مقالات الناس مقالات ربنا خلى السي ان اس درجات. يعني المدير يبعت للموظف لكن الموظف ما يقدرش يدخل على مكتب المدير. الموضوع مش سايب. مين المدير؟ كورتكس. فاكرين رئيس مجلس اداره السي ان اس. مين الموظف؟ الانتير هورنسن. قال له مفيش اتصال مباشر بيا. لازم تبعت لمين؟ للمستشار بتاعي اللي اسمه سيريبيلا. السيريبيلا عمل ايه؟ قال انا استقبلت المعلومه دي. مش عارفين نشيل الشنطه. المعلومه دي مترجمه في الطب ايه؟ بروبريو سبشن. البوزيشن بتاعك هو كده. يو نيد اكسترا سيجنال. قال بصوا بقى انا هبعت الى الصلاص للناحيه الثانيه. انتوا عارفين ان هو ايه؟ عندنا سباينال كور متقسمه رايت ولفت للسيجنس. قال انتيجو هورن ستاند ده هيبعت الى السيريبيلا في نفس الناحيه. وانا اتخيل ان ده الميد لاين بتاعنا. وفي انتيجو هورن ستاند ثانيه. وفي يمين وشمال. وفي كورتكس يمين وشمال. وصلبس يمين وشمال. قال انا هبعت للصلبس اليمين. تمام؟ يبقى لي دي الخطوه رقم كام؟ دي يبقى انا بعت الثلاث خطوات. افرد انتيجو هورن ستاند. الخطوه الثانيه طلعنا الفا للاكسترا فيوزر. ما عرفتش فالكونتراكشن ضعيف. نكمل. الخطوه الرابعه بعتنا للسيربيلا. الخطوه الخامسه السيربيلا بعت مين؟ للسلمس. الخطوه السادسه السلمس بلغ الكورتكس. كل واحد بيبلغ الثاني. في النهايه يا كورتكس المعلومه وصلت ليه. قول لي هتعمل ايه؟ بصوا بقى معايا في اللي هعمله على البورد بالقلم الاسود. الخطوه السابعه كورتكس قال انا هنزل ايه؟ سيجنال ونعمل عليها زوم على الانتيريور هورنسن. طبعا انا راسم رسمه دايجراماتيك. الانتيريور هورنسن قدامي. طب انت هتنزل ايه؟ هتنزل الفا وتخلصنا وتساعد المصري؟ قال لا انا هبعت الجامة بتاعتي اللي هي جامة ايه؟ ستاتيك. اللي هي ثابتة طول الوقت. طب امال الجامة الثابتة دي ما اسعفتنيش ليه وعرفت اشيل الشنطة؟ قال المرة دي انا هبعت جامة ستاتيك ايه؟ كتير. مش الجامة بتاعت الطول عارفين العادية اللي بتخلي المصري كونتراكتنج كده من غير مجهود؟ لا انا هزود الجامة. بصوا على مدى البلس. ولما الجامة تزيد قوي على الانتيجو هورن ستاند انتوا اللي هتكملوا. الانتيجو هورن ستاند اهو طلع جامد راحت لمين؟ للبريف. يعني هو شغل الانتيجو هورن ستاند.
كونتراكشن لانه كونتراكتايل في الفيديو اللي فات فيحصل له كونتراكشن ويقص وكونتراكشن ويقص فيعمل ايه في السنتر يعمل له ستريتش اكتر واكتر وكل ما السنتر بقى ستريتش يبقى دي الخطوه السابعه ادي السابعه الجامعه الثامنه ستريتش للسنتر الخطوه التاسعه يزيد الافرنت تماما فاكرين ال 1A وال 2 الديسشارج يبقى اكتر واكتر فالانتيريور هون سيل تشتغل اكتر واكتر فالخطوه العاشره تخرج الفا زياده فالخطوه ال 11 يزداد الكونتراكشن وتشيل الشنطه والناس في البيت كلهم يستغربوا منين ما كانش قادر يشيلها وشالها ربنا الكورتكس يبقى كده احنا ملاحظين اقول تاني الخطوات سريعه واحد افرنت من النيوكليير شين ليه ما قلتش باك؟ لان دي ستاك باك ايه؟ باك دي تحس بالهضم مالناش دعوه بيها فبعتت عادي لاتين هون سن اتنين نزلت الفا للاكسترا فيوز يعني ايه نزلت الفا؟ الافرنت اللي خارج من الانتين هون سن نوع الاشارات بتاعته الفا سيجنال الاكسترا فيوزر عملت كونتراكشن ضعيف فجه الافرنت قال ما بدهاش بدل ما كل شويه ابعت كتير هو مثال لا انا هطلع الافرنت في التراك الى سيربالا الخطوه الرابعه السيربالا مخلي المعلومه دي الخمسه بعتها للسانس اون ذا اوبزيت سايد السانس شغل الكورتكس الخطوه السابعه الكورتكس شغل مين؟ الانتيريور هون سيل قال لها طلعي ها جاما زياده فاكرين جاما ستاتيك مش زي زمان اكتر شغالي البريفري خلي فيها كونتراكشن اكتر عشان بص الجزء المنقط ده عشان السنتر بتاع التشي يبقى ستريتشد اكتر فيطلع ها ديستشارج اكتر علامه زائد كتير اكشن بوتنشال للاخر بالانتيريور هورن سيل يزود الالفا اللي خارجه منه اكتر بالاكسترا فيوزر فيزداد الكونتراكشن يعني انت في الاول مثلا كنت عايز 10 الفا عشان تقدر تشيل الشنطه الطريقه دي كانت مديالك 3 في البدايه لكن الجانب الزياده اللي نزلت من الكورتكس زودتك السبعه اللي انت عايزهم عشان تقدر تشيل هذه الشنطه عشان كده الكتاب قال ان اللود اللي انت شايله ده كان ايه اندر استيميتد يعني كلمه استيميت متقيم انا مش مقيم التقل صح انا حسيت ان ايه شنطه خفيفه هبل اي كلام لا ما كنتش مقيم يبقى محتاج مساعده الكورتكس نيجي بقى لمعنى العنوان بعد ما فهمنا الخطوات كلمة سيرفو يعني أي طالب في سنة تانية إذا سألته هيجاوب غلط يقول لك سيرفو معناها سيرفيس معناها يخدم إجابة لا سيرفو معناها فرامل 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 العربية هي علاقتها بالحوار هسألك سؤال غبي جدا هو مين اللي بيوقف العربية؟ هتقول لي العربية دايرة وبتتحرك، مين اللي وقفها؟ تقول لي الفرامل، بمساعدة مين؟ دكتور جلاية، جلاية داست على الفرامل فالعربية وقفت. نفس الكلام، مين اللي شال الشنطة؟ تقول اللي شال الشنطة هو الاستريتش ريفلكس يا جماعة الجامعة الألفا، بمساعدة الكورتكس، يبقى كأن اللي شال الشنطة هو الاستريتش ريفلكس. يبقى هو السيرف عامل زي فكره السيرف بتاع الفرامل العربيه يبقى اللي شال الشنطه هو اللي بينهي الحركه صح هو الاستريتش ريفلكس العربيه مين اللي وقفها الفرامل يبقى الفرامل العربيه تساوي الاستريتش ريفلكس في شيل الشنطه جماعه ده تشبيه انا بشبه حاجه بحاجه طب ومين الاسيستنت اللي ساعدك ان العربيه تقف يعني ليك انت اللي دوس الفرامل هنا مين اللي ساعدك
الكورتكس. يبقى المساعد هنا هو الكورتكس، تمام؟ زي الرجلين اللي وقفت العربيه. يبقى سموها سيرف اسيستنت فانكشن ولا اسامي اخرى، ليها اسمين كمان. العنوان ده اسمه الثاني ايه؟ لود ريفلكس. واظن منطقي لود شنطه تقل انا شلته. طيب وليها اسم تاني، والاسم ده هنعمل زوم على السبوره. لولاك يا جامع مكان هيشتغل الالف، صح؟ مش الجامع هي الاساس؟ قالوا لا، هنسمي الموضوع ده ايه بقى؟ الفا جانا كو اكتيفيشن. يعني ايه كو اكتيفيت؟ انت يا جامع والالفا ساعدتوا بعض. تخيلوا لو الجامع دي اتقطعت، النرف ده اتقطع، يبقى البريف مش هيعمل كونتراكشن، يبقى السنتر مفيش ستريتش، يبقى كل اللي قلته ما حصلش، يبقى مش هتقدر تشيل اي حاجه فيه. سؤال بقالي سنين بتسال، يا دكتور كان المفروض تتحط اول كلمه جامع وتاني كلمه مين؟ الفا. طب ليه بدات بالالفا الاول؟ لان في الحروف الابجديه الايه؟ ابجدي. بس عشان تتفهم جامع ستيميوليت الالفا، وبتتسمى اسم تاني في الكتاب جانا لوبا. كلمة لوب يعني ايه؟ الدايرة المغلقة. الدايرة المغلقة اللي احنا شرحناها، يعني جانا لوب ماشي، الفا جانا كواكتيفيشن ماشي، لود ريفلكس ماشي، سيرف اسيستنت فانكشن ماشي. يبقى الوظيفة دي ليها أربع أسامي. أدي واحد اتنين تلاتة أربعة. فاتت سئل في الشفوي سؤال، انتوا من الدفعة اللي الشفوي مكمل، أولى جديدة ما عندهمش أورا. الشفوي يقول لك إيه بقى؟ هو الألفا جاما كواكتيفيشن ده بيشتغل على طول؟ تقول له طبعا، مش في جاما ستاتيك؟ شغال على طول. عشان كده إذا اتسأل اشرح لي الألفا جاما كواكتيفيشن، فتقول لها إيه؟ تقول لها ما هو في ستاتيك وفي دايناميك. ده اللي يفرق بقى طالب اوائل عن واحد عادي. الفكره مش فكره جايين نسمع، فكره انت لازم تكون حاسس بالكلام. يبقى دي اول وظيفه. طب تاني وظيفه بقى، او اخر وظيفه في ستريتش ريفلكس، وننهي هذا الفيديو. دامبنج فانكشن اللي انا كتبتها، همسح الجزء ده والفكره كده وصلت مهمه. وخلي بالكم الجامع والالفا هنحتاجها في الليجنز، مهمة جدا. وحاجة أفكرك بكلام زمان، كل فيديو في الموتور مؤثر في الفيديوهات التانية. إيه بقى فكرة الدامبنج فانكشن؟ هقول لك فكرة بسيطة قوي. الكورتكس أهو بينزل سيجنالز على الأنتيريور وورنسن. السيجنال اللي نازلة من الكورتكس على فكرة نوت ادجستمنت. دكتور يعني ايه معنى الكلمه؟ مش متظبطه. احيانا الكورتكس يبعت سيجنال زياده، فالانتيريور هورنس اللي يخلي المصل ايه؟ كونتراكت. ده اول مره. واحيانا يبعت سيجنال اقل، فالمصل تحصل لها ريلاكسيش مقارنه من السيجنالز قلت عن الاول. عارفين معنى الكلام ده ايه؟ ان انا لو بعت زياده يبقى كونتراكشن، بعت اقل يبقى ريلاكسيشن. نفضل على الوضع ده، كونتراكشن ريلاكسيشن. الله، ايه المنظر ده؟ تخيل لو قلم وقع مني دلوقتي. دكتور هاجر ما ينفعش، اصل انا يا جماعه ما اقدرش اعمل كونتراكشن دلوقتي.